كل ده هكلمنا على ده دور طبعا موسيماني، واخدك للقصه ديت. موسيماني قادر ان شاء الله ولاعيبتنا قادرين، او هو قادر ان يعني خلاص مفاتيح اللعب كل الفرق بقت مفتوحه حواليه. هو احنا بنتكلم عليه كده. بالظبط هو بيتكلم علينا احنا صح. احنا كمان، لان احنا موسيماني رايك فيه يا كابتن يعني ممكن يدير المباراه دي ازاي، ودوره الفتره اللي فاتت انت شفته ازاي؟ يعني انت دور برضو موسيماني اعتقد كان دور مهم جدا. موسيماني يعني كان حلم حياته انه يجي النادي الاهلي، وهو اعتقد قالها في بعض الاحاديث، وانا بحترمه جدا ان هو قال كده، لان اي حد عاوز يلعب بيحب النادي الاهلي، امنيه حياته انه يلعب في النادي الاهلي. اي حد عايز يدرب، احنا كلنا طبعا. انا وانت والتاني اللي منالش تدريب النادي الاهلي برضو ده حلم لاي حلم لينا كلنا. صحيح. فهو قبل المهمه في وقت، اولا الدوري لسه مكملش، داخلين على تصفيات افريقيا، داخلين على مباراه قبل النهائي فكون هو يقبل. هو راجل ما بيخافش، راجل جريء، وبان شغله يعني بدري فأقل توقيت فأقل وقت. وحتى في اول ماتش ليه كان واقف بره يقول باص. فهو بيشتغل شغل اوروبي.